اما هلا محطتنا رح نروح فيها للاصاله ونحكي عن اقمشه تحمل رائحه الماضي وذاكره عريقه لتراث دمشقي اصيل، تحمل نقشات القماش وذركشاته والوانه. استطاعت مجموعه ابره وخيط ان تحيي تراث جداتنا وتاريخ العريق للاقمشه الدمشقيه عبر معرض حمل طابع الاصاله بلمسه مجموعه من السيدات ضمن المركز العربي بدمشق. نتعرف اليوم بشكل اكبر على المعرض وايضا كمان على المنتجات اللي قامت فيها إبرة وخيط. بصرنا يشاركنا صباحنا لليوم السيدة رزان كيلاني وهي عضو بمجموعة إبرة وخيط، والسيدة مشيرة الزير أيضا من مجموعة إبرة وخيط. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد لي صباحك. كل عام وأنتم بخير. بخير، ينعاد عليكم بالخير والصحة. بالبداية قبل ما نحكي عن المعرض ومنتجاتكم، خلينا نحكي عن القماش اللي اخترتوه لهي المنتجات. اخترتوا يمكن القماش اللي بيعبر عن التراث، قديش كمان هي الفكرة يمكن فيها هدف حابين توصلوه أو رسالة من خلال أعمالكم؟ نحن مجموعة إبرة وخيط نشتغل بحرفة إعادة تدوير الأقمشة التراثي. حبينا نحط صفة التراثي لأنه هالحرفة موجودة عالميا، فكيف نحن بدنا نتميز كسوريات؟ حبينا ندخل قماش تراثي. طبعا الأقمشة السورية التراثية هي أقمشة مشهورة عالميا. صحيح. يعني عنا الأغباني هو عبارة عن قماش دمشقي بيشتغلوه بالحرير الأبيض مطرز بالخيط الذهبي. في عنا كمان البروكار كمان مشهور عالميا، هو دمشقي الأصل، ودمشق هي المدينة الوحيدة عالميا اللي بتصنع البروكار الدمشقي. في عنا الصاية كمان، الصاية مطرز بخيوط الحرير له ألوان، يعني مثل ما احنا شايفين هذا قماش صاية. فحبينا هالقماش اللي هو مشهور عالميا، اللي كان كله بيعرفه، انه خلي هالجيل الجديد يعرفه يستخدمه. فحاولنا انه نستخدمه بالقطع اللي نحن عم نساويها. فكان معرضنا يعني اللي بيميزه انه في بصمه تراثيه فيها الاقمشه، دخلناها بقطعنا حتى نحافظ على هالارث الحضاري. يعني اكيد يعني في روح بيوتنا القديمه، في روح جداتنا مثل ما حكينا بالبدايه، في بصمه سوريه. اكيد. سيده مشيره، اول شيء اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يعني حاولتي من خلال اعمالك دائما، وتطريز هو ما شيء ابدا سهل، انك تنقلي هي الحضارة والتراث وتضلها مستمرة، برغم من انه نحن حاليا عم نشوف التكنولوجيا والموضة مثل ما بيقولوا دخلت على كل تفاصيل حياتنا التقليدية والعادية. اليوم قد ايه عم تحاولي تحرصي على الحفاظ على تراثنا باعمالك؟ يسعد صباحكم. تطريز مهني بعتبرها ارث كبير من جداتي ومن امي اللي تعلمتها منها، الله يطول بعمرها. بعده محافظ على مكانته. التطريز بشكل عام بيعطي رونق لاي قطعه قماش عم تدخل التطريز فيه، يعني بيعطيها جماليه برغم انه الحداثه وصلت للاقمشه للموضه، لكن اي قطعه باهته لون واحد دخلنا لتطريز، الغرزه اللي عم ندخلها اياها عم تعطيها روح، عم تعطيها حياه، عم تعطيها رونق جديد. طيب يمكن كمان التطريز بما انه اعمال يدويه متعب لكم كنساء، خلينا نحكي عن مشاركتكم بالمعرض وعن مشاركتك ست مشيره. مشاركتي بالمعرض كانت هي الدافع الكبير اني تابع هي المهنه ونميها اكثر. صراحه التطريز ضوى نجمي، يعني ضوى عتمي كبيره بحياتي، بعتبر النجم اللي ضوى هي العتمه. حبيت اني اتابع مهنه التطريز لما شفت الاقبال عليه والاعجاب اللي بالنسبه للشغل اللي اشتغلته. تلقى اعجاب كثير من الناس. حبيت اني ادخل التطريز مع تدوير الاقمشه حتى يطلع معنا قطع فنيه مثل هي اللوحه مثلا. دخلت التطريز فيها مع تدوير الاقمشه. كثير نالت اعجاب. وهذا كثير كان دافع كبير لإلي اني تابع. اكيد يعني مثل ما قالت، بدي استعار منها جمله كثير حلوه، ضوى ضوى نجم. أكيد. التطريز. وحضرتك كمان فنانه تشكيليه. اليوم الفن بشكل عام وخصوصا للانثى، نحن بنقول بالفطره دائما اي شيء حلو فيه لمسه انثويه. صحيح. كيف جمعتي بين الفن التشكيلي والحفاظ على التراث من خلال اعمالك؟ انا برسم طبعا ذاتي، وشدني مهنه اعاده تدوير، حرفه اعاده تدوير الاقمشه التراثي. حاولت انا، في عندي لوحات مدخله فيها رسم ذاتي مع
إعادة تدوير الأقمشة مع استخدام قماش تراثي، عطوا صبغة يعني حسيتها ما بعرف إنه سورية مميزة يعني. المعرض اللي قمنا فيه يعني اللي بيشوفه السنة هو معرضنا السادس، كان كتير معرض مميز، في تنوع كتير بالأعمال، في كتير مثل ما حكينا استخدام للقماش التراثي، في مشاركات كتير كانت من يعني كانت السيدة رجاء من اللاذقية، كانت السيدة سنة زين من لبنان، سيدة مشيرة من السويدة، سيدة هالة من حلب، كان عندنا هالتنوع كله، فعمل تنوع بالأعمال. أنا حاولت دخل شغلات يعني فيها رسم، يعني مو برسم أنا وبس بالقماش، يعني حاولت دخل شيء من تراثنا الميلوية، هنين دخلت قماش الصاية معه، دخلة معه الغباني يعني، وهدول الأقمشة كمان كانت موجودة بالزي التراثي يعني. لكن هلا الصاية كان هو الزي الشعبي تبعنا يعني، الغباني هو قماش كثير فاخر يعني، انا بتمنى انه نحن نضل محافظين على هالارث يعني، مو بس من خلال شراشف ولوحات، لا انه ممكن ندخله بازيائنا يعني، داير هلا عم نشوف بالاونه الاخيره عم يكون في هيك حلو يعني، بيعطي تراثي داخل من خلال بصمه سوريه يعني. بعدين عم نشجع نحن من خلال ابره وخيط على العمل، حرفه العمل اليدوي. العمل اليدوي شو ميزته؟ انه اول شيء هو ما له بحاجه لشهاده، ما في داعي تدرسي لحتى تتقنيه. الشغله الثانيه انه ما له بحاجه لوارد يعني انه راس مال كبير، كبير، فممكن نحن من هالاقمشه اللي موجوده عندنا بالبيت انه نحن نشتغل فيها، وبس بكفي ابره وخيط. وطبعا نحن بنستغل التكنولوجيا حاليا يعني انه صار في نت، صار في ممكن تسويق عن طريق الانترنت، فالسيده ممكن انه تسوق منتجاتها عن طريق النت، يعني نحن حاولنا انه نعزز مكانه المراه بالمجتمع، تاخذ دورها بالعمل الحرفي أكيد. مثل ما كانت من زمان يعني، هي كانت ونحن عم نحاول وما زالت. ويمكن أكيد. ذكرتي ست رزان، هذا السؤال لك ست مشيره، انه مشاركتكم كانت فيها من عدد من المحافظات السوريه، وحضرتك من السويد شاركتي، يمكن كان في لك هيك لمسه تراثيه التراث السويدا من خلال هي الاقمشه، خلينا نحكي عن هي المشاركه. يعني بغض النظر عن تطريز، السويدا بتشتهر بكثير من المهن الحرفية، يعني جاي بزي التراثي بعد محافظه على هيدا اكيد. تطريزك كانت شغله؟ لا مو شغلي، مو شغله بس بحب زيها. التطريز بشكل عام بتشتهر فيه السويدا، وبأي بيت لها لحد هلق بنفوت عليه بنشوف إما لوحة فنية معلقة أو مفرش طاولي أو مفرش تخت، يعني ما في بيت بيخلى من التطريز والأشغال اليدوية، إن كان كروشيه أو إعادة تدوير توالف البيئة حتى عم بتصير إنه عم بنشتغل فيها كمان. فالتطريز يعني رونق دائما بالقمه، ويمكن عم تحافظي على هيدا التراث أكيد. المحافظه يعني تحاولي تورثيه كمان لبنتك اكيد. عم حاول هلا اطور التطريز مع الاقمشه، مع تدوير الاقمشه. السيده مشيره يعني هي مثلا دخلت التطريز مع الكروشيه مع الاقمشه لوحه يعني لوحه فنيه، حبيت الفكره وحبيت اني نفذ هي الفكره على اجمع اكثر من شيء، تطريز الكروشيه الاقمشه، فأي فكرة عم تجمع دمجتي بين الحاضر والماضي من خلال هي اللوحة، قطعة فنية حلوة أكيد. يعني مثل ما حكت الست مشيرة، إعادة التدوير فكرة جدا مفيدة، ويمكن سيداتنا بشكل عام بالفطرة تعودوا على أنه هي القطعة بدل ما تكبيها فينا نقصها يعني نحولها نعمل ابداع كثير حلو تماما، في ابداع، وخصوصا يمكن بابره وخيط انتم بتحرصوا على هذا الشيء ست رزان، انه دائما يكون في اعاده تدوير للاقمشه للحفاظ عليها، ما بنرمي شيء، بالعكس بنعيد صياغته، ويمكن قدامنا اكثر من هلا هي قطعة بتحكي عن هالشيء، شنطة مثلا كمان إعادة تدوير، لحتى الزنار يعني عندي من الشنتاي ما بنستعمله إياه، فكمان عاملتها مثل للسجادة لغطا الصلاة، حتى بتصير شنطة عادية يعني، ممكن تصير شنطة عادية. هي الجلالة عاملتها من الأغبان، يعني كثير بيزيد عنا من هالفوط الصغيرة ما بنستخدمها بالعادة، بتجي مع الجلالة الكبيرة هدول، كمان أخذتهم من سيدة وحاولت جمعهم وحطيتهم كله قصاصات قماش، إذا بتلاحظوا قطع صغيرة يعني هذا المتوفر عنا. وحاولنا ندخل قطبنا يعني فيها حتى نعطي جمالية للعمل، انه في شغل يدوي، طبعا احنا ابدا ما بنستعمل ماكينه،
كل شغلنا بالإبرة والخيط، حصرا بالإبرة والخيط، يعني بيعطي جمال أكثر للعمل اللي عم نقوم فيه، وبسيط ما بده تكلفة مثل ما قلتوا بالبداية، ما بده تكلفة، ما بده كهرباء، إذا ما في كهرباء ما فيك تشتغلي بالماكينة، يعني بإبرة وخيط ممكن نحن نشتغل. خليني كمان نحكي عن باقي القطع، لأنه في قطع جدا جميلة على الطاولة. أنا حابة أورجيكم أنا القطعة للسيدة إيمان قوشحان، أكيد نوجه لها تحية. نوجه لها تحية. طبعا هي القطعة مستخدمة فيها البروكار الدمشقي، يعني مدخلته كثير. نحن طبعا هو قماش غالي، فنحن شو ما تأمن معنا هذا بنحاول نسلك عنه، لأنه البروكار يعني بجوز هالقطعة كلها البروكار والأبغاني، الأغاني كثير غالي مكلفة، فبيمكن تحطي قطعة منه صغيرة، يعني ولو قطعة صغيرة بس نخليها مركز بهاللوحة الفنية اللي نحن عم نعملها، هيك فيني نسميها. ومثل ما ملاحظين عم نحاول ندخل كثير قطب لمبين جمال هالعمل الفني اللي عم نعمله. هي كمان القطعة للسيدة مشيرة، خليها تحكي عنا. هي حبيت اني ادخل التطريز ضمن تدوير الاقمشه. اها، في فكره غيرت كمان الفكره دي. غيرت الفكره، عملت هاي الطريقه وحطيت التطريز بكل قطعه موجوده. تطريز نبات يعني، فينا نقول تطريز نبات. يعني القطعه الوانها هيك فرحيه شوي، حبيت اني ادخل كمان الطبيعه فيها. حلو دائما التنوع، ومثل ما حكيت يمكن رزان انه هذا المعرض كان متميز بتنوع السيدات اللي موجودين والمحافظات. قد ايه كمان في محاوله منكم لحتى نقول احنا ما بس عم نعمل اعاده تدوير، مو بس عم نعمل معرض لسيدات لحتى نعطيهم حرفه كمان يشتغلوا فيها ويحافظوا عليها، عم نعمل شيء نوع من التوثيق يمكن فينا نقول هو هيك. لمهنه او حرفه تميزت فيها السيده السوريه. السيده السوريه من زمان، يعني جداتنا اهالينا كانوا عندهم حرفة إعادة تدوير، ما في بيت يخلو من قطع فنية من سيدة عاملتها. للأسف هلا شوي عن هذا سببه يمكن يعني تطور التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا. وفي شغله ثانيه انه بيقولوا نحن ما عندنا هوايه، هي مو هوايه على فكره، هي ممارسه، ممكن يعني اي حدا انه يمارسها. يعني انت ما بتعملي قطعه لبيتك، انت بتطفي شيء جديد يعني بتعطي لمستك بهالبيت. بعدين شغله ثانيه انه ممكن تكون هي عباره عن مشروعك، يعني مشروعك هالصغير مثل ما حكيت انه ما بده راس مال، وممكن انت تسوقيه على النت وممكن يجيب لك مردود مادي. يعني احنا بهالوقت يعني بحاجه انه يكون في عندها مردود مادي، بحاجه تملي وقتها بشيء مفيد، يعني تعمل جلايل، تعمل مخدات يعني لبيتها، تزين فيهم بيتها. فحابين نحن نحافظ على هالارث، على هالحرفه اعاده التدوير، ونستخدم كمان قماش تراثي حتى نعرف هالجيل الجديد فيه. يعني كثير منه ما بيعرف شو هالاقمشه تبعنا، ما حافظين اسمائها يعني. فنحن عم نحاول نعزز هالشيء. طبعا المعرض استقطب كثير زوار، يعني اندهشوا من شغلنا انه شغل حلو يعني، وحاولنا نستقطبهم انه تعالوا تدربوا عنا. نحن مندرب بمجمع دمر الثقافي، كل سبت بنجتمع من 10 ل 12 وتدريبنا مجاني. يعني اي سيده بتحب، دعوه لكل السيدات، يعني دعوه لكل السيدات. اي سيده بتحب تكون بمجموعتنا بس تجيب معها ابره وخيط. اكيد بدنا نتشكر وجودكم معنا اليوم، شكرا لكم، واكيد بنضم صوتنا لصوتكم، ندعو كل السيدات يرجعوا لتراثنا. شكرا، شكرا كثير لكم. شكرا، بدنا نشكركم اكيد ست رزان وست مشيره، نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم، نتمنى لكم التوفيق بشغلكم الجميل هذا. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم.